هنعمل اجنحه الفراخ بصوص الباربيكيو، وصوص الباربيكيو هتلاقوه عندكم على اليوتيوب للي عايز يعمله في البيت، وموجود طبعا في كل السوبر ماركت. اجنحه فراخ مغسوله بنفس الطريقه، صوص باربيكيو وعسل اسود، ملح وفلفل وتوم بودره وجنزبيل بودره، كزبره خضراء مفرومه، سمسم وزيت للقلي، والسمسم هنا متحمص. هنعمل ايه؟ انا سخنت الزيت اول حاجه، تاني حاجه هحط التتبيله على الاجنحه اللي هي الملح، الفلفل الاسود، الثوم، الجنزبيل. طبعا اي تتبيله برضو انتوا حابينها حطوها، بس احنا حاطين الحاجات اللي تليق مع بعضها. والدقيق تعفيره بسيطه بسيطه، مش عايزه كميه دقيق كبيره. وطبعا لازم تكون الاجنحه مغسوله كويس، متصفيه كويس، ومتنشفه كويس. وبعدين ناخدها تقليبه مع بعضها كده علشان اغلف كل الاتجاهات يا زينب، وانزل على الزيت السخن. هاجي بقى على النار، حاطه ووك مسخناها، هحط معلقه من الزيت، زيت سمسم، زيت زيتون، زيت ذره، زي ما انتوا عايزين. هحط نفس التتبيله، ملح، فلفل اسود، ثوم بودرة، جنزبيل، هحط معاهم الكزبرة الخضراء المفرومة، السمسم، هقلب. تقدروا تحطوا جنزبيل وثوم هنا كمان في الصوص، يكونوا فريش مش بشرط بودرة. عسل اسود، ترياكي صوص كمان يمشي مع الوصفة دي، حلوة قوي بدل العسل الاسود، بس العسل الاسود متوفر اكتر في كل البيوت. باربيكيو صوص، اللي ما عندوش باربيكيو حط كاتشب، بس ساعتها مش هتحطوا عسل اسود، هتحطوا كاتشب بس. ممكن ساعتها تحطوا مع الكاتشب صويا صوص. هوطي واسيبه ايه يغلي مع بعضه، بس على نار هاديه. ابص بقى على الاجنحه، بسم الله، عايزاها مستويه سوا كامل في الزيت، يا دوبك هتنزل تتحط مع الصوص تقلبتين وتتقدم. فهنا محتاجاها تكون استوت سوا كامل. تقدروا كمان للصوص تضيفوا بصل اخضر، انا عايزاه مستوي سوا كامل، وعايزاه مقرمش قوي. ليه؟ عشان لما احطه جوه الصوص القرمشه تقل بس ما تختفيش. فلو هو مقرمش نص نص وبعدين انا خدته حطيته على الصوص هيبقى طري، مش دي النتيجه اللي احنا عايزينها. مش معناه ان احنا لو احنا بنحبه طري فطلعناه هنا مستوي سوا كامل بس مش مقرمش ونزلناه هنا بقى غلط، بس هو لما بيبقى مقرمش بيبقى ألذ. الصوص هنا يعني حرارته مظبوطه قوي قوي بحيث انه ما يتقلش قوي، وفي نفس الوقت يبقى سخن وقت ما انزل عليه الاجنحه. احنا جاهزين وقت ما انتوا عايزين. فباخدها كده احرك الاجنحه بحيث اتاكد ان كل الاجنحه اخذت التسويه اللي انا عايزاها، وبالاخص الجزء السميك اللي فيها ناحيه العظم. طبعا زي ما قلت لكم اللي مش بيحب صوص الباربيكيو يقدر يعمل بالبدايل اللي اتكلمنا عليها زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله خالص. طبعا اللي بيحب الحاجات حاره يقدر يحط هوت صوص على الصوص ده، او فلفل حار متقطع فريش، او
تقدروا تعملوه بالبافلو صوص، والبافلو صوص هتلاقوه احنا عاملينه قبل كده مع بعض على اليوتيوب، هتلاقوا الحلقه. لا هنا انا مش هستعجل عليه خالص لان انا معايا وقت، ومش عايزه لونه يبقى فاتح، ومش عايزاه يبقى طري الصراحه، فابدا ابدا مش هستعجل عليه. اهو وادي الاجنحه اللي احنا قليناها في الزيت، تقدروا طبعا برضو تعملوها في الفرن او في الاير فراير لو مش عايزين تقلوها. وادي الصوص اللي احنا جهزناه، وندخل كله في بعضه بالشكل ده، ومش هسيبها كتير، ولذلك انا مسوياها سوا كامل ومقرمشاها، حطيتها جوه الصوص، قلبتها تقليبتين اطفي، واسيبها واخدها على التقديم على طول مباشره، تبقى سخنه وتبقى مقرمشه من بره وطريه جدا جدا من جوه، وواخده الطعم قوي.